حسب الإحصائيات المعتمدة، فإن حالات انتشار الإعاقة ذات الصعوبة البالغة يتعدى المليون حالة سنوياً، ولكن أصبح بالإمكان الآن للأفراد المعاقين أن يمارسوا الأنشطة الحياتية المختلفة من خلال برامج العلاج الطبيعي والتدريب والتأهيل المكثفين. فمن خلال تلك البرامج يمكن التغلب على مشكلاتهم الحركية وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية والتركيز على العوامل الفيزيائية بالجسم بواسطة أساليب علاجية مختصة من شأنها أن تؤثر على الوظائف الفيزيائية لأعضاء الجسم، وكذلك معاونتهم على التكيف مع المجتمع المحيط وتحويلهم إلى قوى منتجة وليست مستهلكة. من جانبنا قمنا نحن في المركز التشيكي بعمل أفضل ما لدينا لمساعدة ذوي الإعاقة للوصول إلى أقصى درجة تحسن ممكنة من خلال تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية. كما يحتوي المركز على 37 خدمة للعلاج أبرزها